مساء الخير. كم واحد فينا فجأة صحي الصبح لقى نفسه كبر، دخل الجامعة، بقى هو ده كاريره، بقى هو ده مستقبله، هي دي المواد اللي بيدرسها، هو ده المستقبل اللي مفتوح بدراعاته سنين قدام. وفي وسط ما هو في الدوشة دي وفي وسط سنين الكلية اكتشف، لا أنا مش ده مكاني، أنا مش قادرة أذاكر المواد دي، لا أنا لم مش متخيلة حياتي هقضيها أشتغل الشغلانة دي. اهلا بكم في حياه بسمه بهاء لمده لا تقدر من الزمن في داخل سنين الكليه. بسمه كانت بتوصل فيها المرحله ساعات ان هي وهي داخل المدرج لو حد جه حط ايده على كتفها وقال لها ازيك يا بسمه كان ممكن تعيط، او في الواقع كنت بعيط، او ان انا اروح الصبح واقفه قدام المبنى بتاعي قدام الكليه عندي سكاشن وريكويرمنتس ومحاضرات والمفروض الحق اللي ورايا السنه بتخلص، وقرر بكل سهوله اني الف بظهري وامشي علشان انا مش قادره اخش. انا جايه النهارده احكي لكم ستوري بسيطه عن بسمه ازاي اتنقلت من المرحله دي للمرحله اللي خلتها واقفه قدامكم النهارده. بس قبل ما اتكلم على الستوري دي عايزه اسالكم سؤال. حد سمع قبل كده عن نظريه اسمها نظريه اثر الفراشه او باترفلاي افكت؟ حلو جدا. النظرية دي بكل بساطة نشأت في ستينيات القرن الماضي عن طريق عالم كان اسمه إدوارد لورنس. العالم ده كان رايح شغله عادي جدا في الأرصاد الجوية، هيحط شوية إحداثيات وشوية أرقام على الكمبيوتر عشان يتنبأ بأحداث بالطقس عادي زي السنين كلها. وفجأة قرر في اليوم ده إن هو يتجاوز عن شوية أرقام عشرية محطوطة بعد النقطة علشان الموضوع مش مستاهل قوي كده يعني. واكتشف إن هو لما تجاوز عن شوية أرقام بسيطة لقى إن الخريطة الجوية اتغيرت لمدة شهرين قدام. ومن هنا نشأ نظرية أثر الفراشة اللي كان مضمونها بشكل بسيط بيقول إن رفرفة جناح فراشة في مدينة ما ممكن تؤدي لإعصار في النص التاني من العالم. خلينا نفكر لحظة بس في نظرية أثر الفراشة ونخليها معانا لحد آخر التوك هنحتاجها. أنا نجحت في الثانوية الأزهرية، جبت مجموع كبير جدا، اتغريت بحلم الدكتورة، بقى كل الناس بتقول لي انت جايبه مجموع حلو وماما وبابا في البيت حلم طبيبه اسنان. وحصل ودخلت كليه طب الاسنان جامعه الازهر بنات. وكان اول كلاش في حياتي ان انا ازاي اتعامل مع ناس من ثقافات مختلفه شايفين افعالي اللي انا بعملها غلط، وهم كمان انا شايفه ان هم اللي بيعملوه مش احسن حاجه بالنسبه لي. وبدأت صدمة إن أنا مش موجودة في الدنيا لوحدي، لأ ده في ثقافات مختلفة، في ناس بتفكر بطرق مختلفة عني، إزاي هم شايفين أفعالي أنا بقوم بيها بالطريقة دي مع إنها ما تنفعش. وبدأت أخش في قوقعة اللي هو يا جماعة ما تودونيش الكلية. أنا كنت برجع البيت أقول لهم من فضلكم أنا محتاجة أتنقل من الكلية، أنا مش عايزة أكمل في طب أسنان. دارت السنين ولحد ما لقيت في سنة ان انا المدرج بتاعي قدام مكتب كده غريب مكتوب عليه كلمة انا مش عارفة معناها ايه اصلا، مكتوب عليه رعاية الشباب. ايه هو يعني ايه اصلا رعاية الشباب دي؟ بكل بساطة دخلت فتحت الباب، مساء الخير، هو انتوا بتعملوا ايه؟ ممكن نركز في اللحظة دي ونخليها معانا شوية. دخلت انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لي احنا بنعمل حاجات كتير قوي. في اللحظه دي حسيت زي اللي كان ماشي في الصحراء ولقى ميه وابواب الجنه اتفتحت قدامه. احنا عندنا انشطه كتير قوي. ايوه اخيرا حاجه هطلع فيها الكبت اللي عندي. بتعملوا ايه؟ احنا عندنا مسابقات شعر وانشاد وقصه قصيره. ويا ريتني ما سالت. انا مش بس اكتشفت ان انا ما بحبش الدراسه، انا لقيت كمان ان انا ما عنديش موهبه، اللي هو يا جماعه ولا اي حاجه من اللي انتوا بتقولوه ده انا اصلا بعرف اعملها. طيب سلام عليكم، لما يجي لكم حاجه تانيه بقولوا لي. بقى شبه الروتين اليومي ان انا كل يوم اعدي على المكتب اللي على المدرج ده اقول لهم هيا صباح الخير عندكم حاجه جديده النهارده. يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، لحد ما في يوم بقينا اصحاب بقى خلاص. كل يوم بدخل الصبح اصبح عليهم قالوا لي بسمه انت محتاجه دلوقتي تطلعي لاداره الجامعه. خير في ايه؟ كان في بنت طالعه في مسابقه اسمها مسابقه المراسل التلفزيوني، والبنت دي تخلفت عن الميعاد بتاعها ومحتاجين حد بسرعه يروح علشان اسم الكليه. هو يعني ايه اصلا مراسل تلفزيوني؟ انا كل معلوماتي عنه هو الشخص اللي بيطلع في نشره الاخبار، اللي بشوف اصلا نشره الاخبار بالصدفه على التلفزيون. طيب ماشي يلا نروح على الاداره. فجاه واحده لقيتني قدام اداره الجامعه، لجنه من كليه اعلام، يلا بقي مراسل تلفزيوني.
اخدت نفس كده وانا مصدومه، يعني ايه اصلا يا جماعه انتوا عايزين مني ايه؟ يلا اعملي مراسله تلفزيون. نعم احمد اسمعك جيدا، الان بداخل كليه طب الاسنان بنات فرع القاهره لانقل لكم اخر الاحداث والتطورات الخاصه بحصول الكليه على الجوده والاعتماد. ولقيتني بعرف ابقى مراسله فجاه واحده، لقيتني عديت من المرحله الاولى للمرحله الثانيه ويلا اطلعي على مستوى الجمهوريه. انا هنا اتغريت وهنا غلطت اول غلطه في حياتي. اول غلطه اللي انا اخذتني زهوه النجاح الاولى وما درستش يعني ايه مراسل تلفزيوني، ما عرفتش يعني ايه مراسل. انا رحت فرحانه قوي ان انا فعلا بعرف اعمل حاجه، وطلعت قدام لجنه كبيره على مسرح كبير بنافس على مستوى الجمهوريه وانا اصلا ما اعرفش يعني ايه مراسل تلفزيوني. فجاه واحده لقيت فلاشات واضواء، لجنه عظيمه قاعده قدامي من المراسلين اللي بيطلعوا على التلفزيون في قنوات اصلا معروفه. اللحظه دي في حياتي بالظبط كنت واقفه على المسرح مش عارفه اقول كلمتين على بعض، جسمي كله بيرعش وصوتي كله بيهتز. اللحظه دي علمتني اهم درسين في حياتي. اول درس ان انا فعلا ما اتغرش بزهوه النجاح الاولى، وان انا محتاجه ان انا اسعى وادرس اي حاجه قبل ما انا اخد فيها خطوه. تاني درس واهم درس ان هو علمني هي مين بسمة اصلا. انا سمعت كلمتين من لجنه التحكيم عرفت فيهم ان انا فعلا عندي حاجه ممكن اقدمها للمجتمع. قالوا لي انت عندك برزنتيشن سكيلز كويسه، بتعرفي تقفي على المسرح، وزي ما ولما بتغلطي بتعرفي تتجاوزي عن اخطائك بسرعه، وعندك سرعه بديهه. على قد ما اللحظه دي لما ببص لها دلوقتي بشوفها ان هي لحظه عظيمه وانا عرفت فيها حاجات كتير عن نفسي، على قد ما انا في ساعتها في لحظتها كنت شايفاها اكتر لحظه محرجه في حياتي. اللحظه كانت متصوره على التلفزيون وناس كتير شافتها. رجعت الجامعه، الناس سمعت الفيدباك الحلو، بقى فيه واحده اسمها بسمة بهاء في جامعه الازهر. لما كان يحصل زنقه او يحصل حاجه حد يروح ينده لنا بسمة بسرعه. بدات اطلع الطاقه بتاعتي في حاجه، لقيت ان وقفه المسرح شداني. بدات ان انا ادور يعني ايه مراسل يمكن السنه الجايه افلح، بس لقيت ان انا فعلا مش المراسل التلفزيوني دي حاجتي. في شويه حاجات تكنيكال كتير انا مش مهتمه بيها، لا ده مش مكاني. لحد ما جه للجامعه منشور ان القوات المسلحه قررت ان هي تعمل ندوه تثقيفيه بداخل الجامعه ومحتاجين ولد وبنت علشان يكونوا واقفين على الستيج. الترشيحات جت واسمي طلع ما بينها، واول ما قالوا لي قلت لهم لا انا بعتذر عن المهمه دي. ليه؟ كل اللي كان بيلعب في دماغي ساعتها دي هتكون حاجه صعبه قوي، هتكون حاجه كبيره قوي، انا مش قدها اصلا. بس لحظه واحده وقفت تاني مع نفسي وعملت كده زي سيتويشن اناليسيس. هو انت هتخسري ايه؟ يعني ايه الحاجه الكبيره اللي ممكن تحصل؟ هتروحي الاوديشن وهتترفضي؟ ايه المشكله يعني؟ ما كلنا بنترفض. وخلونا اللحظه دي كمان نحطها في جيبنا عشان نتكلم عنها تاني بعدين. رحت الاوديشنز، عديت، وقفت على المسرح، كان اكبر مسرح وقفت عليه. كانت القاعة فيها أكتر من 1000 شخص، أول صفين واقف فيه قاعد فيه قيادات من الجيش والشرطة ومن الجامعة وحاجة بقى كبيرة قوي. بس التوك أو الحدث نفسه مر بأحسن مما كنت أتخيل أنا شخصيا، وأحسن ما هم كانوا متخيلين. واللي حصل بعديها أن الإيفنت فتح على إيفنت تاني تبع القوات المسلحة والدنيا مشيت. لقيت نفسي بعرف أعمل حاجة، ولقيت نفسي فعلاً اتعلمت اكبر درس في المرحله دي، اني لما جربت مره واثنين وثلاثه واتدربت اربعه وخمسه وسته وعشره، عشان انا كنت مرعوبه من الوقفه قدام العدد ده كله وقدام القيادات اللي كل حاجه عندهم بالثانيه، لقيت ان انا فعلا بعرف. وهنا فعلا عرفت ان اي حاجه بتعملها بحماس وجهد وشغل بجد بتلاقي نتيجتها في الاخر. عدد السنين وانا بقف على المسرح لحد ما جت السنه الشهيره او سنه تخرجي اي كي اي كورونا فيروس. لقيت اتقفل عليا الباب، مفيش اي انشطه، مفيش اي حاجه، انت حتى امتحاناتك العملي مش هتمتحنيها. لوهله كنت هرجع تاني لنفس بسمة اللي كانت من كام سنه بتعيط ومش لاقيه حاجه ومش عارفه تعمل حاجه في حياتها، بس اخدت القرار ان انا مش هرجع للنقطه دي تاني. قعدت ادور كتير قوي انا ممكن اعمل ايه وانا قاعده في البيت.
سيرش على سيرش على سيرش لحد ما لقيت اعلان لوظيفه بيقول احنا محتاجين ناس في اسنان عندهم حاجتين, عندهم برزنتيشن سكيلز وبيعرفوا يتكلموا انجلش. شكرا, انا يلا نقدم بسرعه. خدت الخطوه ورحت من غير ما افكر لحظه ان انا هقدم على الوظيفه دي. قدمت, got accepted, دخلت, يلا بنتصور كورسات, بنتصور حاجات عظيمه بتدي نوليدج وعلم, والكورس الشغاله حلو قوي, واخدت اكسبيرينس عمري ما متخيله ان انا هلاقيها في مكان تاني. بس اللحظه وقفت لاهم قرار اخدته في حياتي, لما لقيت نفسي مش قادره اقف قدام المرايه واكلمها صح, لما شفت ان انا صورتي قدام نفسي بقت مش هي دي, مش هي دي بسمة اللي كانت داخله نفس المكان, مش هو ده الشغل اللي انا كنت رايحاه بحماس اول مره, دلوقتي حاسه ان هو لود عليا, مش هي دي البيئه بتاعه العمل اللي بتتصادم مع حاجات كتير انا بفكر بيها ومؤمنه بيها, فمش هعرف اكمل. ساعتها كان قدامي قرارين, يا اما اكمل لان هي دي الحاجه المتاحه قدامي وهي دي الحاجه اللي ممكن تفتح لي حاجه اكبر بكتير في كاريري, بس قدامها هخسر نظرتي قدام نفسي او وقفتي قدام نفسي قدام المرايه واعرف فعلا اشوفها زي ما هي, يا اما اتنازل عن الوظيفه دي بس اكون مستريحه نفسيا وفي المقابل هخسر الحاجه اللي انت بتعمليها في حياتك او الحاجه اصلا اللي بتدر لك كمان دخل. كان اصعب قرار بس قررت ان انا انسحب من الشغل ده, ولما قررت ان انا انسحب مش هكدب عليك واقول لكم ان انا كنت فرحانه وسعيده, بالعكس انا كنت متضايقه جدا وحاسه ان انا مش لاقيه حاجه اعملها في حياتي, لحد ما جت المكافاه ان انا لقيت بعد تدوير تاني لقيت حد بيعلن عن وظيفه تانيه, ولقيت حاجه اسمها اداره اسنان او اداره عيادات اسنان. ايه ده, هو اسنان فيها حاجه تانيه غير ان انا هخرج البس البلطو واقعد على الكرسي وادوس على زرار الكمبريسر واسمع الصوت اللي الناس كلها بتترعب منه في مصر واعمل زز وخلاص؟ رحت قدمت وكنت مرعوبه وانا بفتح الابلكيشن لان انا حاجه معرفش عنها اي حاجه, ولقيت تحت خالص كده في اخر الابلكيشن حد بيقول لي حطي السي في بتاعك. انا الوهله اترعبت, قلت ايه ده, دول طالبين سي في, انا السي في بتاعي ما فيهوش حاجه عظيمه يعني, دي اكيد شغلانه سوبر واو, اكيد انا مش كواليفايد انف علشان ان انا اقدم فيها. وكانت اللحظه ما بين ان انا ادوس زرار باك وان انا ابعت السي في اللي هو ما فيهوش حاجه عظيمه من وجهه نظري وان انا اعمل سبميت. واللحظه دي انا قررت بنفس الكيفيه تاني, انا هخسر ايه, انا هبعت سي في اصلا الناس انا مش شايفاهم, got accepted or not accepted مش حاجة هتخسرني حاجة في حياتي. ودوست على الزرار واتقبلت ورحت عشان اعمل الانترفيو, والانترفيو دي كانت مكافأة على المعاناة اللي انا كنت بعانيها في الفترة اللي قبليها, لان الكلمة الوحيدة اللي اقدر اوصف بيها الانترفيو دي ان هي راحة, كنت مستريحة بدرجة محدش ولا انا نفسي كنت مستريحة لها, يعني انا ما كنتش متخيلة ان للدرجة دي انا ممكن اروح اعمل انترفيو شغل اكون مستريحة فيها وما بفكرش في الكلمة ولا في كل حرف انا بقوله قدام المدير بتاع الشغل. عرفت الفرق ما بين ان انا كنت ضغطة نفسي ازاي وباجي عليها علشان اكمل في الشغلانة اللي انا كنت شايفاها ممكن تفتح لي ابواب كتير, مع ان في اوبشنز تانيه انت ما تعرفيش عنها حاجه عشان انت كنتي بتبصي من سكوب صغير قد كده. انا دلوقتي لسه مكمله شغل في الشركه دي, بغلط وبتعلم, ماسكه فيها بروجكت لقيت نفسي فيها, وعايزه اقول لكم ان لحد اخر لحظه وانا واقفه على الستيج ده المدير بيكلمني بيقول لي ها عملتي ايه النهارده. عرفت ان فعلا في حاجات وفي راحه وفي بيئه عمل ينفع ان احنا نلاقيها تكون مناسبه لينا, مناسبه لتفكيرنا ومناسبة لاحتياجاتنا. أنا كلمتكم في بداية الليكتشر أو في بداية التوك عن حاجة اسمها أثر الفراشة. ليه أنا اتكلمت عن أثر الفراشة؟ عشان أنا كنت طول حياتي بدور على نجاح مبهر, على حاجة عظيمة, حاجة شايني كده وسباركلينج اللي هو أول ما أشوفها أقول يا أنا عملت حاجة كبيرة قوي. بس لما فهمت كونسبت أثر الفراشة وان كل خطوه صغيره انا بعملها فعلا هي اللي ادت لوجودي النهارده او لوجودي لسنين قدام هي فعلا اللي مهمه. لما قلت لكم خدوا بالكم ونخلي في جيبنا اللحظه بتاعت لما خبطت على الباب بتاع رعايه الشباب, انا لو ما كنتش اخدت
القرار الصغير اللي ما اخدش ثانية ان انا اخبط على الباب، ما كنتش عرفت ان في حاجة اصلا مسابقة ولا اي حاجة اسمها مراسل تلفزيوني. لو كنت اترعبت وما طلعتش على المسرح بتاع المراسل، ما كنتش عرفت ان انا عندي موهبة ان انا اصلا بعرف اتكلم. لو كنت قررت ان انا هخاف وهنسحب ومش هادي في النشاط بتاع الجيش، ما كنتش جربته مرة واثنين وتلاتة. لو كنت خفت وما بعتش وعملت سبمت للابليكيشن، ما كنتش هبقى شغاله في الشركه اللي انا شغاله فيها دلوقتي، ولا تعرفت على الناس اللي انا فخوره جدا ان انا شغاله معاهم. كلنا بندور في حياتنا على الخطوات المبهره الكبيره، لكن الحقيقه ان الخطوات الصغيره هي اللي بتوصل للخطوات الكبيره. انا كان نفسي من زمان حد يجي لي من سنتين كده ويقول لي ما تقلقيش انت شغاله كويس، انت خطواتك الصغيره اللي انت شايفاها مش مهمه دي هي اللي هتوصلك في الاخر للنقطه اللي انت واقفه فيها. كان نفسي حد يقول لي الكلام ده، ولما اتقال لي ان انت هتعملي تيدك توك، لقيت ان بالنسبه لي دي اهم كونسبت انا اتعلمته في حياتي، وان دي اكتر حاجه فادتني في حياتي. انا عايزه اقول لكم يعني خطواتكم الصغيره، وجودكم النهارده، ان انتوا حتى جيتوا سمعتوا تيدك توك، ان هو ممكن ناس كتير ممكن تشوف ان انتوا بتعملوا حاجات ملهاش لازمه او بتضيع وقت، هي في الواقع ممكن يكون ليها اثر في حياتكم سنين قدام انتوا مش شايفينه دلوقتي. كلمه حد سمعها النهارده، سبيكر قال حاجه فادتني في معلومه كبيره في حياتي، هتلاقوا اثرها بعدين. فنصيحه، خدوا بالكم قوي من الخطوات الصغيره وافرحوا بيها. افرحوا علشان احنا نستحق السعاده. مفيش حد هيجي يقول لك افرح، انت اللي بتفرح نفسك مهما كان. تاني حاجة وأهم حاجة عايزة أتكلم برضو عليها النهاردة، هي فكرة السعي المستمر. ما تتغروش بزهوة النجاحات الأولى زي ما أنا عملت في أول مسابقة. لما اتغريت ما ذاكرتش، ما سعيتش، رحت زي ما بيقولوا رجعت بخفاي حنيني كده يعني. لكن لو أنا كنت اجتهدت ساعدها، مين عارف كان ممكن أخد المركز الأول أو على الأقل أخد مركز. تتغروش ان انتوا بتعرفوا تعملوا حاجه، كلنا عندنا تالنت وكلنا عندنا موهبه، حتى لو احنا مش لاقيينها دلوقتي، فانا واثقه ان كل واحد قاعد عنده موهبه. بس اللي هيفرق في ساعتها ان هل انا لما هعرف الموهبه بتاعتي هشتغل عليها وانميها واكبرها، ولا هتغر وافضل ثابته في مكاني. انا اخر حاجه ممكن انهي بيها التوك بتاعي، ان جمله انا بحب قوي اسمعها، هي ان اثر الفراشه لا يرى، لكن اثر الفراشه لا يزول. شكرا جدا ليكم.